ذلك الفوز العظيم. يقول قائلهم من الكفار، يقول الإسلام دين لو كان له رجال، يقول الإسلام دين لو كان له رجال. إي والله ما كذب، اليوم يسيئون لإسلامنا وقرآننا ويشتمون نبينا، ثم يقولون لماذا أنتم إرهابيون؟ فماذا تريدوننا أن نكون؟ انبطاحيون؟ مستسلمون؟ حرام في قوانينهم السخرية بالأديان إلا الإسلام، ويقولون عن الإسلام أنه دين الساقطين أخلاقيا، يقصدون بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن أين لنا بأمثال معاذ ومعوذ؟ أين لنا بأمثال ابن أنيس وأولئك الرجال؟ اسمعوا هذا الخبر ونبكي سويا على أنفسنا. ذكر صاحب الدرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة 202 للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوب، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة. فقال رجل منهم هذا لكلامك في محمد، فقال الصليبي كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره، فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فمات من فوره، فأسلم نحو من 40,000 من المغول. غارت وغضبت الكلاب، فأين غضبتنا؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، فأين أشواقنا؟ كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكراه؟ كان صلى الله عليه وسلم دائما يقول لأصحابه اشتقت لإخواني، فيقولون ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي، أما إخواني فهم الذين آمنوا بي وصدقوا بي واتبعوني ولم يروني. فماذا عسانا أن نقول له إذا ورد الناس حوضه وقال لنا استهزؤوا بي وشتموني وآذوني، فماذا فعلتم دفاعا عني وعن عرضي؟ هذه فرصتكم إن أردتم عز الدنيا وشرف الآخرة، فها هو باب الشرف فتح لكم على مصراعي لتنصروا الله ورسوله كما نصره الفيل، فأين غضبتكم لله ورسوله؟ العالم كله ينتظر منكم موقفا يعيد للأمة كرامتها التي داسوها تحت الأقدام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. لن نقبل باعتبار من الصحيفة الفاجرة، ولا باعتبار من كلبة الروم ورئيس وزرائها، ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل في ذل رسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية،
الأيام بيننا يا عباد الصليب، الأيام بيننا يا عباد الصليب، وسنرى من تكون له العاقبة ومن الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال الله إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه أو بغضه أو عاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. أليس الله هو الذي قال إنا كفيناك المستهزئين؟ فالله كاف عبده، لكن الله أراد أن يبتلينا بصدق محبتنا لنبينا، فماذا نحن فاعلون؟ فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء، هو مستقبلنا، هو حياتنا، فهو دنيانا وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، اليوم نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب، ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد، وحين ننادى بها نقول لبيك 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 يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون، فالشباب والشيب والنساء والأطفال متعطشون للذب عنك وعن عرضك وعن التراب الذي وطأت قدميك. وسيعلم أولئك أنك تركت رجالا، وسيعلم أولئك أي منقلب ينقلبون. نحن لا نحتاجهم ولا نحتاج أبقارهم ولا حليبهم وزبدتهم، هم يحتاجوننا. قاطعوهم قطعهم الله، ولا تكن المقاطعة ليوم أو لأيام، بل أبدا ما حيينا. لسان حالنا ما قال إبراهيم عليه السلام ومن معه لقومهم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا تجارنا لا تخذلونا، يا أهل الصحف والجرائد والمجلات لا تخذلونا، يا أهل الشاشات والقنوات لا تخذلونا، يا ولاة الأمور يا ولاة الأمور يا خدام الحرمين لا تخذلوا أمة محمد. فليكن ولاؤنا لله ورسوله والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وصفيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اجز عنا محمدا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم من تطاول على نبينا بقول أو برسم فأخرس لسانه وشل أركانه واجعله عبرة للآخرين. آن الأوان، آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم، آن الأوان ألا تأخذنا في الله لومة لائم.
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. اللهم انصرهم في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان والسودان وفي أوغادينيا وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم فك أسرانا وفك المعتقلين وفك أسرنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، أبدا لن نهون، قسما لن نهون.